شايف الزمالك ازاي واداء الزمالك ازاي؟ هنروح فنيات، وانا عارف ان انت قريب من شيكابالا، وشيكابالا ما شاء الله مكسر الدنيا. ده ابني صح؟ مكسر الدنيا الايام اللي فاتت. بتقول ايه يا استاذ جمال؟ بقول لك شيكابالا ده ابني وصاحب ولادي وتربي معاهم. صح. حاسس ان شيكابالا يعني بقى وصل لمرحله من النضج الفني والبدني في الماتشات اللي فاتت، بقى ليه دور كبير جدا حتى قاقاء داخل المستطيل الاخضر، بره المستطيل الاخضر تلاقي شيكابالا. انا بشوف ان شيكابالا ده كابتن من اعظم اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر قاتمه مع النجوم الكبار الموجودين دول. دي فلتات كده من فلتات الزمن شيكابالا منه، وبقى له ادوار اخرى غير اللعب. يعني بشوفه قائد هايل دلوقتي، وربنا يديله الصحه يا رب والعافيه، وجيب لنا الدوري السنه دي باذن الله ان شاء الله. رسالتك لبن شرقي، وانا عارف ان انت بتعشق اللاعبين المهاريين حبيبي برضه، وبن شرقي من اللاعبين المهاريين قبل انتهاء عقده، والراجل عمال ياجل حبا وتقديرا لجماهير نادي الزمالك. يعني ما فيش اجمل من اللي انتوا قلتوا، ان هو عايز يخرج من باب الكبير، ونتمنى من الله انه يقعد. لما هو بمنتهى الامانه هو راجل، يعني لما يبقى زعلان انه خارج في الدقيقه مثلا 85، فبدل ما السوشيال ميديا تقول عليه بتاعت يعني بدل ما يقول عليه انه غيران ونفسه يكمل مع انه مات، نفسه يكمل 5 دقايق، فهم يقول لك ده زعلان وشوح. بالعكس انا بشوف انه راجل مخلص لنفسه وللنادي وللجمهور، ويحاول يلعب لاجل نفسه. وانا اتمنى وعارف الجهد اللي بذله امير معاه عشان يبقيه، لانه هو لاعب متفرد برضه، مش كل يوم هنجيب لعيب شاطر قوي كده وينسجم مع الفريق بالشكل ده. ويا رب تزيد عنك الكاس، تجيب لنا كاس من الاهلي وخلاص ويسافر مثلا، مش سامعك بس تجيب الكاس. ايوه.